قلنا انه بيسقط التقليد، الصلاة ما بتسقط. او دي مسألة من المسائل ان احنا لما نكلم ونتكلم ونوسع في الموضوع عايزين الناس يدركوا بدقة، التقليد هو اللي بيسقط. ليه؟ لانه التقليد قدامك المقلد، والمقلد حجاب عند شهود الذات. وقلنا انه نبينا كان ساير خلف جبريل لانه هو رسوله الى سدرة المنتهى، فتأذن الله بان يزول الحجاب فبرز الى مقام الشهود الذاتي. التقليد بسيرك في المراقي الى ان تجي في مقام سدرة المنتهى. قلنا جبريل زال لنقص نشأته، نبينا يزول من بينك وبين الله لكمال تبليغه، لانه موصلك ويقول لك انت وربك. في الوقت ذاك يسقط عنك التقليد، لانه الصلاة دي مش صلاتك انت، هو اصيل فيها، اصل التقليد ما واجهه لانه نبي، وكل نبي صاحب شريعة فردية، دي صلاته هو بالأصالة، وصلاتك انت والثالث والرابع والخامس بالتقليد. المشكلة في التقليد، فعند انت ما تبرز لمقام أصالتك تعطى صلاتك ولا تسقط عنك الصلاة. والقاعدة زي ما قلناك لما قال الصلاة الصلة، الصلة دي دائما بتنزل الإنسان زي البرتقي للحضرة ثم تدرك الغفلة ثم يرفع يرتفع للحضرة مرة تانية بالصلاة. وقال عنها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن التقليد والأصالة هما الفرقة أن احنا بنتكلم عنها. فكون نبينا صلى إلى أن التحق بالرفيق الأعلى لأنه أصيل وما هم قلد وما بتواجه عقبة التقليد وحجاب التقليد. وكل عارف يصلي إلى أن التحق بالرفيق الأعلى عندما يكون أصيل. الأصالة والتقليد، نحب أن نكون المسألة دي مميزة بالصورة دي.